القدرات تاع المعمل هذا تاع التكرير هو يستهلك 60,000 طن شهريا من المادة الأولية، يعني ما يعادل سفينتان نجيبو دو باتو بار موا من البرازيل بور لي رافيني في لوزين هذا. راكم شفتوا الامكانيات وكل الامكانيات تاع تفاديس، سواء الرافعات ولا الشاحنات ولا حتى العمال. راكم شفتوا بعض الاجانب، لكن هذوك الاجانب تاع مكتب دراسات ومكتب متابعه. المصنع ككل مسير وشيد من ايادي جزائريه 100%. لي كاباسيتي تاعو نعاود نولي ليه، هو تكرير 2000 طن يوميا. دونك نو زافون دي كاباسيتي دو رافيناج دو 2000 طن بار جور. لي برودوي فيني اللي نخرجوهم منا انديبوندامون، رانا في ليزين تاع الكونديسيونمون، هذه هي ليزين تاع الكونديسيونمون، ومنا سي لو ستوكاج. نو زافون اون كاباسيتي دو 2000 طن، فيهم سكر بلون كريستاليزي، فيهم سكر رو كريستاليزي، وفيهم سكر ليكيد يجي اون سيترن بور سارتان اندستريال. نو زافون لي سيترن، نو زافون لي كاميون بور ترانسبورتي لو سكر. نو سوم نوفو، مازال ما دخلناش في السوق، لكن عندنا استراتيجيه لاقتحام السوق الجزائريه، وان شاء الله عن قريب السوق العالميه. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.